جعفر العمدة خرج من السجن وهيبدأ ينتقم من عيلة فتح الله واحد واحد. وبلال شامة ظهر ونهايته شكلها قربت وبدأ يساوم دلال على فلوس، وإلا هيفضح سرها ويقول لجعفر إنها السبب في خطف ابنه. جعفر أخيراً شاف بلال شامة ومش هيسيبه المرة دي غير لما يعرف منه مكان ابنه فين وياخد حقه منه. وهنشوف أحداث مثيرة في الحلقات اللي جاية، وأول مواجهة بين جعفر العمدة وبلال شامة تعالوا نشوف مع بعض إيه اللي حصل في حلقة النهاردة من مسلسل جعفر العمدة. جعفر العمدة خرج من السجن، بس المفاجأة إنه ما عملش أي حاجة مع عائلة فتح الله، لا ده كمان راح لحمادة فتح الله وبيطلب منه إنه يعمل جلسة صلح بينه وبين ولاده شوقي وكارم فتح الله. والكل استغرب إن جعفر مرضيش ينتقم منهم، لا ده كمان طلب الصلح. بس جعفر كل خطته إنه يعرف مكان ابنه الأول وبعد كده هياخد حقه منهم واحد واحد. وراح جعفر لشوقي فتح الله ووداد بيتهم بعد ما شوقي رفض ينزل يحضر الجلسة العرفية، وسأله عن مكان ابنه، بس شوقي طلب منه ضمانات تحميه قبل ما يقوله مكان ابنه. وقدمت وداد القهوة لجعفر وهي خايفة ومتوترة، وقال لها جعفر نشربها في عزاكي عن قريب يا وداد. وبعد ما خلصت الحلقة اللي فاتت على مكالمة بلال شامة ودلال، بلال شامة طلب من دلال 5 مليون جنيه عشان يخبي سرها وما يقولش لجعفر العمدة إنها السبب في خطف ابنه من 19 سنة. وبعد ما دلال عرفت إن ابن جعفر عايش، طلبت من بلال شامة إنه يخلصها منه ووافق، بس طلب منها 15 مليون جنيه علشان يقتله. لكن دلال قررت إنها هتخلص من بلال شامة علشان السر يدفن معاه، واتفقت مع واحد إنه يخلصها منه. نيجي بقى لجعفر العمدة ونشوفه إزاي عارف يوصل لبلال شامة. جعفر راح لسيف البيت عشان يتكلم معاه، وحكى له إنه عنده ابن ضايع من 19 سنة وبيدور عليه بس مش لاقيه. ووسط ما جعفر قاعد مع سيف يدخل عليهم بلال شامة اللي بيتفاجئ بوجود جعفر. وتخلص الحلقة على جعفر العمدة وهو بيجري بسرعة ناحية بلال شامة أول ما شافه عند سيف. وطبعاً الحلقة اللي جاية هنشوف أول مواجهة قوية بين جعفر وبلال شامة بعد غياب 19 سنة. وأخيراً جعفر هيعرف مين هو ابنه ومكانه فين بعد ما أخيراً شاف الشخص اللي خطف ابنه. يا ترى جعفر العمدة هيقدر يواجه بلال شامة وأخيراً هيعرف مكان ابنه، ولا بلال شامة هيهرب زي كل مرة؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الحلقات اللي جايه.